احنا قلنا كونفيرمي في ولاية غزال. قال عندي 50 سنة في الهلال الأحمر التونسي، أول مرة نشوف نسبة إقبال بالطريقة هذيا. ما شاء الله. بتنحكي أنا تو بنخص بالذكر ولاية بنزرت. الناس كانت تبكي لنا باتحادهم بالتجمد نتاعهم مع التجمد مع ولادنا نحن. ما شاء الله نسبة إقبال كبيرة كبيرة. رانا بالرسمي من 7 متاع الصباح لنص الليل بين استقبل المساعدات وبين استقبل معناها التنسيق نتاعهم وبين تجميعهم. ما شاء الله ولينا عشر مجانين حتى انه معناها نستقبلوا كانوا ما شاء الله يعني العباد بالرسمي فما شكون حتى يمشي يحط يعاود يرجع يزيد يحط ما شاء الله. النقطة اللي نسمع فيها في المعرض انه ممكن يكون هذاك ما عنده عليه حتى فكرة. ما نعرفوش حتى شكون اللي حطه وما نعرفوش حتى الفاشل. واضح. هذاك خطيرة. النقطة الوحيدة اللي نسمع فيها في الضفة الشمالية هي المعرض. يعني نقطة نعاود نقول لسي هادي اللي ما فماش راهو حتى رقم هاتف موجود في الليل الأحمر في الضفة الشمالية. النقطة نتاع جمع التبرعات نتاعو اللي هي هون لهنا في المعرض. المعرض النقطة الوحيدة نتاع الضفة الشمالية. واضح. عاصمة. عاصمة عرفنا بروحك. درا مكنتي كاتب عام الهيئة الجهوية بجنزرة الهلال الأحمر تونسي، درا وقت اللي نحكيو اليوم على نسبة إقبال، الحقيقة معناها ديجا سي عبد السيف كابو رئيس الهيئة الوطنية قالها وإحنا قلنا كونفيرمي في ولاية بنزرت، قال عندي 50 سنة في الهلال الأحمر التونسي أول مرة نشوف نسبة إقبال بالطريقة هذيا، ما شاء الله. باش نحكي أنا تو باش نخص بالذكر ولاية بنزرت. الناس كانت تبكي لنا باتحادهم بالتجمد نتاعهم مع التجمد مع ولادنا نحن. ما شاء الله نسبة إقبال كبيرة كبيرة. رانا بالرسمي من 7 متاع الصباح لنص الليل بين استقبل المساعدات وبين استقبل معناها التنسيق نتاعهم وبين تجميعهم. ما شاء الله ولينا عشر مجانين حتى انه معناها نستقبلوا كانوا ما شاء الله يعني العباد بالرسمي فما شكون حتى يمشي يحط يعاود يرجع يزيد يحط. ما شاء الله نسبة إقبال زوجة التوقعات حقيقة. واضح. هنيدي في اليد وليد وحدة. اليوم نلقاو المواطن العادي نلقاو الهلال الأحمر نلقاو الكفيفة نلقاو اللي عنده كهرباء يجري ويعاون. كل القايد اليوم أنا كمواطنة عادية باش نتبرع. هل إني نتبرع بفلوس؟ هل إني نتبرع بمواد غذائية؟ مع العلم وبين قوسين ثم شكون قبيل قال راني حبيت نتبرع بفلوس ولكن الهلال الأحمر قال لي لا. اشري المواد واعطوه منها ورانا ما نقبلش الفلوس. بالنسبة للفلوس ما نقبلوش الفلوس. الفلوس يصب في الكونت نتاع الوطني. لو كان عندنا حفيش حاطين فيها دو كونت نتاع الوطني يصب غادي. واللي يحب عنده فلوس يولي يشتري. يشتري نحن ما نكبش فلوس. يشتري مواد غذائيه، يشتري مواد طبيه، كوش، مواد طبيه نتاع ترميز سكر. تبكي في تسجيل فرصمون الحكايات هذه فهمت فما ردوش من الفلوس. واضح. الهلال الاحمر بالذات الشماليه رسالته شنو يحب يقول في كلمه الختام تحت الساعه. مرحبا بالناس الكل. نحن محلولين من هنا من 9 متاع الصباح حتى 6 متاع العشيه حتى 7 نوفمبر ان شاء الله. في المعرض اللي نتاع بالذات. مرحبا بالناس الكل. واضح. جست حاجه برك نحب نعرج عليها سامحوني. راهو بالحق اللي يجيك يقول لك انا تبع الهلال الاحمر التونسي ورانا نقبل فلوس سامحوني هذه راهي نقطة هامة على الآخر على الآخر. بالنسبة لولاية بنزرت وأخص بالذكر ولاية بنزرت راهو الهلال الأحمر التونسي في يده ما يقبلش فلوس. نحب بالحق من باب هذا نتطوعي ولاية بنزرت الكل الهيئات المحلية الكل بالحق برافو 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 قد ما نشكركم ما نوصيكمش حقكم قديشكم متجمدين. الكشفيفة شركائنا بالرسمي كلمة نحكي شوية فيهم. مصارف وجوانات الجمعيات الكل شركاء الجهوية والمحلية لوسيكا اللي حلت لنا يجيها وقالت مرحبا بكم. كل انسان شارك وساهم في الحملة هذه وتبرع لفايدة الشعب الفلسطيني يعطيكم ألف ألف صحة ورانا منكم وبيكم نجموا نقدموا ونجموا نساهموا ونجموا حتى بلادنا تكون خير من هكا بألف بلد. شكرا يعطيك الصحة. عايشين عايشين.